هل من رابط بين النظام الغذائي والخصوبة؟ وماذا يتم تداوله بالمعتقدات ويؤكد عليه الطب؟ تجزم لجنة الجمعية الأمريكية للطب التناسلي حول تحسين الخصوبة الطبيعية في آخر تحديث لمعلوماتها بأن الأنظمة الغذائية الأكثر صحة لا يمكنها علاج حالات العقم الأكثر تقدماً عند الرجال والنساء. ومع ذلك لا ينبغي إغفال تأثير النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة الأخرى ذات الصلة على الخصوبة. كيف؟ تشير الجمعية إلى ضرورة تركيز تلك الحميات على الاختيارات الصحيحة لأنواع الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات التي يجب تضمينها في النظام الغذائي المعزز للخصوبة المسمى حمية الخصوبة، ومنها الأطعمة النباتية بما فيها الفاكهة الكاملة كالتفاح والموز والبرتقال والفراولة والتوت والمانجو والجوافة والأناناس وغيرها، الخضروات الموسمية كالطماطم والبطاطس والبصل والفجل والذرة والجزر والبروكولي والسبانخ، المأكولات البحرية الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية كالمحاري والسمك الأبيض، الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والأرز البني والبرغل والقمح الكامل والمكسرات النيئة كاللوز والكاجو. لذا التركيز على أطعمة وتجنب أخرى يعتبر خريطة طريق واعدة لتعزيز الخصوبة وزيادة احتمالات الحمل بحسب مجلة نوتريينتس، لكن موقع Women and Infants يلوح إلى أهمية مؤشر كتلة الجسم أيضاً، فإذا كان أقل من 18.5 أي يعاني صاحبه من نقص في الوزن أو أكثر من 30 ويعاني من السمنة فذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على خصوبته. إذن بعد كل ما أوضحه الطب عن الخصوبة وتعزيزها، هل يمكن القول إن العقم بات حالة يمكن تجنبها بأكبر قدر ممكن؟ أم أن العبرة في تطبيق النصائح الغذائية المرتبطة بها بدقة عالية؟